جزاكم الله خيرا. الشيخ صالح، كيف ترون العلاج في الوقوع بالبدع؟ العلاج هو الدعوة إلى التزام السنة وبيان مضار البدع والتحذير منها والأخذ على أيدي المبتدعة ومنعهم من مزاولة البدع في بلاد المسلمين. هذا هو العلاج بعد بيان السنن وتوضيحها للناس وتعليم الناس السنن والاعتقاد السليم والاتجاه الصحيح. هذا هو العلاج، وترك العادات السيئة والتقليد الأعمى والحرص على اتباع الكتاب والسنة. هذا هو العلاج الواقي من البدع بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك.